برنامج نفحات رمضانية التي نظمته وزارة الثقافة العليا بالشراكة مع الديوان المدرسي وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية القيروان. كان يوم 20 ابريل افتتاح هذه الظاهرة لفرقة حنين للموسيقى والإرشاد للفنان محسن العمراني. يوم الأربعاء 3 ابريل كان لنا شرف تكريم الأديبين علي بلاد أحمد وأثمان أسبوعي بمناسبة الزرع للوات الثانية زمن الإيس. يوم الخميس اللي هو اليوم كان لنا كذلك حفل صوفي ممتاز جدا بشهادة جميع الحضور بقيادة بلال حبيب لفرقة رجال القيروان. والاختتام إن شاء الله يوم السبت انتهاءات دينية ومسابقات دينية بفضاء دار الثقافة العليا. الحياة FM الإذاعة الأولى للصحة في تونس.